اسم الفجل بتعريفها يا خاله زنوبه. الفجل والجرجير. رواق زنوبه، محدش بيشتري فجل بلد الايام دي. اتكل على الله وهاتي فجل مستورد. هو في فجل مستورد يا عرفه؟ اه، راسه حمرا ومكببه كده. يا ابني احنا ناقصين تريقتك يا ضمايه، اتكل على الله. طب اديني بخمسه ساق فجل وجرجير. ما انت قاعد مفتوح يا واد قدامي من الصبح، حل الفجل والجرجير في عينيك. لما جت ورده وفيها ايه يا زنوبه؟ ورده تمسك حزمه الفجل بعلة تبقى نعناع. روح انت وسيبيها نص ساعة تلاقي كل ده اتباع. جراه يعرف يا هلفوت، دور من هنا احسن ودين النبي افرج عليك الرايح والجاي. ماشي، قلبك ابيض ده وردة. الفلوس دي منين يا عصران؟ فلوس يا بيه، تحويشة العمر. وشايل تحويشة العمر في جيبك ليه يا عصران؟ عشان احرسها واخلي بالي منها. سعادتك عارف ولاد الحرام كتير، وانا بصراحة سعادتي بيه ما اقدرش اشيل فلوسي ابعد من جيبي. اعترف من غير طلب، قتلت المعلم فوزي ليه؟ شوف يا سعاده بيه، تقول لي بطحت واحد اقول لك اه، تشتشت نفخ واحد برضه اقول لك اه، كل دي حاجات ممكن اعملها، لكن اقتل حد الله يا سعاده بيه. ثم ان الراجل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده انا ما اعرفوش ومفيش بيني وبينه اي تعامل، يبقى حقتله ليه؟ كنت فين الساعه 12 وربع الظهر؟ كنت على قهوه يا سعاده بيه، شارب اتنين شاي وثلاثه بوري وملمع الجزمه وعندي بدل الشهود دست. حزمة فجل وحزمة جرجير. اتفضل. وواحدة بقدونس. واحدة بقدونس. واحدة كرفس. كرفس؟ اه، الحكيم وصفهولي. بس ما فيش كرفس. ايه رأيك تاخد البديل بتاعه كرات؟ وينفع يا وردة؟ يمكن مفعوله يكون أشد، والسيف على الله. واد يا عرفة، وانفذ يا منيل على عينك، مش شايفني محتافة؟ لا مؤاخذة ست طفيدة، مش واخد بالي. عديت ان شاء الله ولا انت ناقصك حاجه؟ ناقصني العيش. كم رغيف؟ 50. 50 رغيف؟ انت عامله عزومه ولا حاجه؟ حاجه زي كده. ده احنا ليلتنا هتبقى فل بالصلاه على النبي. 50 رغيف وصايه للست طفيده. ده انا موصيه على العيش من بدري يا عرفه. ماشي الكلام. الله. يلك بستين ميلة، مش بص قدامك يا واد وانت ماشي. حصل خير يا ست طفيدة، اصل الشوارع الايام دي بقت عيضة قوي. انت باين عليك كنت نايم وانت ماشي. لا ابدا، ده انا عينيا كانت مفنجلة، هي بس الشوارع بقت منيلة بنيلة. الله يخرب بيت الشوارع اللي بالطريقة دي. حط الحاجة في المطبخ يا عرفة. بيتك حلوة أوي أوي يا ست طفيدة.
وش اهو. اديني عرق بقى خليني اعتمد. عايز تفهمني انك بتتكسف قوي يعني؟ الله بقى ست تفيضة. دور وشك هنا واسمع اللي هقول لك عليه. نعم. انت وراك ايه بالليل؟ ما عنديش اي حاجة بالليل. تحب اجيلك اول الليل ولا في نص الليل ولا اخر الليل؟ الليل بطوله. الظهر ربنا هيكرمنا قوي. فعلا هيكرمك قوي. صحيح. كل شيء باوان، كل شيء باوان. عندي ناس كتير النهارده وعايزاك تروح تلبس حاجه عدله وتيجي عشان تخدم على الضيوف. اخدم على الضيوف؟ تخدم على الضيوف. هتتعشى وهتاخد بقشيش وبرده هتفرفش وتهيص وهتنبسط. ها قلت ايه؟ من غير ما اقول. انت عارفانا ست تفيضه انا احب الزحمه قوي. عوض يما يعافيك يا بناي. ده ايه ده؟ ايه لحقت كده؟ تبيعي كوم الفيلم اللي انا سايبه لك ده كله؟ امال يعني كلته وخد فلوسها على دار المليك يا اختي يا حلاوه. اشمعنى بقى سوق الفيك اللي بيمشي معاك انت بالذات؟ جرايح يما اعمل ايه عشان ترحميني؟ لو جبرنا مش عاجبك، لو رجعنا بالفجر باين على دماغنا برضو مش عاجبك، دي ما بقتش عيشه، انت عايزه ايه؟ عايزاك تتلمي يا بناي، عايزاك تكملي، عايزاك تتجوزي. هو في حد هيرضى يتجوز بياع الفجر؟ اللي بيشتروه يا اختي، اللي بيشتروه منك وبيرموه وانت عارفه كده كويس. بقى شوفي يا بنت الناس، انا اقدر استحمل الفقر اللي في الدنيا كله، لكن ما اقدرش استحمل السيره البطاله. جرايح يما، لما انت تقولي كده الغرب يقولوا ايه؟ هو كان في حد اي جواز وانا ما اتجوزتش؟ ولا عايزين امشي في شوارع المركز ادلل على نفسي واقول عريس الله يا ولاد الحلال؟ ده انا نفسي اتجوز النهارده قبل بكره عشان ربنا يتوب عليا من قعده الشارع والابيا يا فج الابيا. وعلى راي المثل ضل راجل ولا ضل حيطه بدل ما انا هلطشه كده. الله يرحمك يا جوزي، لو كنت عايش انا ما كنتش اتلطمت كده ابدا. كرتك هي اللي مخليه العرسان تبعد عنك. انا سرت زي الفل، لكن انت عارفه الارامل سوقهم نايم. لا يا حبيبتي مش نايم ولا حاجه، يا انا كتير اترملت واتجوزت. تحب عندهم لك واحده واحده؟ انا جت اللي هتعديهم يما عارفاهم، عارفاهم واحده واحده وبالاسم. بس دول اغنياء وارثين عندهم شيء وشويات، لكن انا وانت على الحميد المجيد. على راي المثل مكتوب على ورق الجرجير يلطم فينا الصغير والكبير. اصلهم كل سنه وانتم طيبين، المره دي يا اعدام يا بالقليل خالص تأبيده.